ورحمة الله وبركاته. رب تكونوا كويسين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا مع بعض تاني في طبق مصري جميل وحلو تاني، وهنبتدي نتعرف على بعض. اسم الطبق ومكوناته هو عبارة عن ايه، وبنرصه ازاي وبنقدمه ازاي، والمدرسة بقى اللي احنا ايه بدأنا كده يعني ايه نتعود عليها ونشوف. طيب احنا هنخش في المزامبلاس على طول، وانا في المزامبلاس انا بشرح الطبق ازاي عشان اختصار الوقت، لان انا عارف الناس بتستخسر تقعد اكتر من 10 دقايق تتفرج عليا، فانا ايه هنزلكم كمان اقل من 10 دقايق تاني. تمام، هننزل بص على المزامبلاس. زي ما انتم شايفين المزامبلاس بتاعنا النهارده بتاع طبق عباره عن كشري، الكشري مع شاورمة الفراخ وصوص الطحينه السخنه، معمول على شكل رول، ومش عايز حد يقول الشيف ده مجنون. طيب بص، ده رول، ده كشري. انا عملته بالكشري العادي خالص وفردته، الكشري عباره عن نشويات، انا فردت الكشري خالص بعد ما فردته على المردانه في كيس. عملت الشوربه بتاعتي الفراخ بالبصل بالطماطم بالفلفل بكله، وبعدين زودت لها الطحينه زي صوص الطحينه، وعلى النار كلهم سخنين طلعوا اتحطوا على الكشري واتلفوا رول بلاستيك زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. بعد ما اتلف الكشري بالشكل ده انا اخدته الرول، فكيت البلاستيك، وبعدين رحت عملت بصل، البصل اللي هو الفرايت الصغير بتاع الكشري، ورحت عامله عليه كوتينج او كفر بالبلاستيك من بره، وبعدين بيبقى موجود بالبلاستيك بتاعه في حته سخنه، لما يبقى بيكب بروح قاطع واحط البيس في الطبق ده، يعتبر المين ايتم. طيب السايد ايتم مع ده احنا عامل كبده فراخ متحمره في زيت الزيتون، ومعاها الكزبره طبعا والثوم وعصير الليمون. ادي الكبده اهي. طيب ايه معانا تاني؟ مكونات الكشري يا اخوان، عشان بس حد يقول لك رز وحمص ومكرونه وعدس وبصل وصوص طماطم والدقه، كل ده موجود، محدش يقول لك بقى ايه هي فين، موجوده. العدس احنا بس بدل ما نطلعه عدس كل واحده لوحدها، احنا فرمنا العدس وخليناها ماجد بيوريه، وهنستخدمه بطريقه الكانل في الطبق عشان خاطر يبقى انا كده ايه بعمل برزنتيشن. ادي العدس بتاعنا اهو اتضرب في الخلاط او في البلندر وبقي ماجد. طيب وادي الدقه، الخل، الثوم والكمون، وممكن شويه ميه صغيرين مع الملح والفلفل، وهادي صوص الطماطم اهو بتاع الكشري، اقول الصوص فين كويس، وادي الحمص اللي مسلوق ومتبل. طيب والبصل اهو، بس انا عامل جردش معايا واخد بصل مشوي. طيب ومزود من عندي بقى عشان خاطر الطبق يبقى بالنسبه لي كده بروتينه ونشوياته وخضاره كله كمل، هعمل شويه باميه بقى ايه متسبكين كده، حاجه مصري بيسموها كده دقه باميه، يعني دقيقه باميه كده من الاخر عشان خاطر ايه نحطها مع الطبق. ادي المكونات، ادي الكشري، ادي الكبده، ادي العدس، ادي اللي انتم شايفينه، ودي شويه مكسرات عشان خاطر لو هنعلي اللي هو الفيتامينز او هنعلي المكونات بتاعت الطبق بتاعنا. وده رول انا جايبه بس كده اوريها لكم كسامبل، لكن ده مش هستخدمه في البرزنتيشن بتاعت الطبق. وده طماطم طبعا كريسبي او دراي عشان لو احتجتها في الجرنش. يلا بينا بقى نغرف الطبق ونشوف شكله عامل ازاي. احنا هنبتدي ان شاء الله نغرف الطبق زي ما احنا شفنا. ادي اول حاجه طبعا ادي الكشري اللي هو رول، ومن جوه الشاورما الفراخ بالطحينه، والبني ده اللي هو البصل الفرايت اللي هو معمول زي الكرامبل واتلف ككراست على الكشري من بره. الكشري ده انا حاشيه من جوه فراخ شاورما بالتتبيلة الجوز الطيب والحبه البقر، يعني حاجه بقى ايه فيها كل السبايسز بتاعتنا. طيب بعد كده باجي انا بجيب صوص الطماطم بتاع الكشري، باخده لاين كده، وبعد بعمل صوص الطماطم باجي بعد كده باخد العدس اللي انا المفروض ضربته كويس، وبعمله حاجه اسمها كانيل. كانيل دي نوع من انواع الفود برزنتيشن، هنحط مثلا ادي واحده، هنعمل احنا ثلاثه اهي، بتبقى بمعلقتين كده قصاد بعض،
ده العدس طبعا اللي هو البوريه، والعدس بيتبل تتبيله برضو زي الفل، فيها كل التفاصيل بتاعتنا. اسلوب طماطم، واخد بصل، واخد توابل اهو، ادي كده ثلاثة كده. طيب بعد ما عملنا الطماطم والكشري وادي الثلاثة كانيل، ببتدي عندي انا كبدة الفراخ، باخد على كل واحدة كانيل حتة كبدة فراخ باللي انا واخدها ستيو اهو، تبقى مستودة عليها كده. ادي كبدة الفراخ اللي احنا محمرينها بزيت زيتون والثوم وبالتوابل بتاعتها اهي. طيب كده انا حطيت البروتين ومعايا فاضل بقى الجرنش بتاع الكشري. زي ما احنا كنا اتفقنا انا عندي حمص عشان اكمل مكونات الكشري، انا عندي حمص بحطه مثلا بشكل عشوائي اهو، في ناس بتعد ورايا انا عارف، كويس مفيش مشكلة. ادي كده ايه دول بالظبط كده 7 حمصات كويس. طيب عندي بقى الدقة اللي هي التومة والبصلة، التومة يا ربي والخل، كويس اهو بنزلها راندم كده في الطبق اهو عشان تدي التاتش. طبعا ده التوم، والتوم احنا قلنا قبل كده من ايام الكورونا ان التوم ده من احسن الحاجات اللي تاكلها عشان خاطر الفيروس، وبيعمل بيحرق الدهون، يعني التوم حدث ولا حرك في فوائد. يعني ممكن اخد شويه صغيرين كده على وش ايه الكشري عشان الدقه بقى بتاعتنا من جواها شاورما. يا سلام ايه ده كشري وشاورما، ده الشيف عصام ده بيهزر. طيب عندي باميه انا حطيتها عشان خاطر تدي لمسه واضافه في الطبق، زائد ان هي نوع من انواع الخضار عشان يبقى الطبق كده كامل المكونات اهو. هي بالظبط 3 وحدات باميه كويس. وبعدين عندي البصل المشوي اهو، زي ما شايفين ادي البصل المشوي. تخيلوا بقى الكلام ده كله وانت بتاكل بقى تيست وبرزنتيشن كله واو، يعني اهو بصل المشوي اهو تمام. طيب اخر حاجه بقى انا ممكن يعني اضيفها كده، لو انا حبيت ان انا يعني احسن الطبق شويه انا ممكن ابتدي لو عندي مثلا شويه مكسرات سنيبر او شويه مكسرات مثلا عين جمل او كده لوز، هدي بتبقى حلوه في الاكل، بتدي اللي هو الكريسبي اهو. ادي كده شويه بندق متحمص بالطبق كده ايه في معظم العناصر الغذائيه. طيب فين دي اهو هنا. طيب انا كده عملت طبق كشري بالفراخ الشاورما، كبدة الفراخ والصوص. لو انا عايز استخدم القشر بتاع الطماطم عشان ادي كلر او ادي لون في الطبق، والقشر ده يبقى ايتابل، اهم حاجة الجرنش يكون بيتاكل، ده يعني قشر طماطم احنا عاملينه كريسبي مطبوخ. انا ممكن مثلا لو عايز اضيف تاتش كده على جنب العدس عشان تدي لون وفي نفس الوقت تدي قيمة غذائية لو انها متبلة ومستوية كويس اهي. كده احنا يعتبر الطبق كده خلصناه، وزي ما انتم شايفين ادي المكونات، وادي شوية طشة تومة كده حلو برضه عشان خاطر يبقى الاكل سبايس كده وطعمه حلو. ده اكل مصري يا اخوانا، اكل مصري مفهوش اي حاجة مش مصرية، البرودكتس كله كل المواد الخام كل الفكرة كل الاسماء كل الطبق
كل ما في الموضوع ان انا لما بروح عند الراجل بقول له اديني طبق كشري، ادي شكل الطبق اهو، زي ما انتم شايفين دي كده عدلة الطبق مركزين فيها، طماطم، بصل، بصرات، حمص، كبدة، بامية، توم، وده الرول طبعا اللي هو في القطعة الرئيسية بالفراخ اللي هي الشاورما، والعكس. كل ما في الموضوع ان احنا بنعمل كرييشن عالي للاطباق بتاعتنا او للمطبخ بتاعنا عشان خاطر نقدر نوصل بالمطبخ اللوكل بتاعنا او المصري بتاعنا نفس التيست، نفس الفليفر، نفس الاصالة في الطبخ، لكن بطريقة تقديم مختلفة وحديثة. وزي ما انتم شايفين عدس، كل مكونات الكشري موجودة، كل المكونات بتاعت الكشري هنا، بالإضافة عشان أديها البروتين مديها شاورما من جوه فراخ ومديها كبدة فراخ كمان، الاثنين مع بعض. الطبق ده ممكن يطلع طبق من كورس حلو قوي، وممكن لو قللنا البورشن سايز بتاعه شوية يشتغل طبق هوت أبيتايزر، يعني يطلع طبق مقبلات ساخن جميل جدا. فكرته حلوة وسهلة، يا رب يعني تكون الفكرة بتاعتها وصلت. ولو في حد عنده سؤال يبعت له، انا تحت امره هجاوب عليه على طول، وهشوف كده امكانيه ان انا اعمل الرول لايف قدامكم عشان تشوفوه ده بيتعمل ازاي، يعني لان الموضوع سهل بس انا ممكن يكون سهل بالنسبه لي انا، فانتوا محتاجين تشوفوه برضه، فانا هحاول اعمله وادمجه من ضمن الفيديو. وزي ما قلت لكم كده انا اللي بعمل مونتاج لنفسي، وانا اللي بصور بموبايل نفسي، انا ما فيش حد بيعمل حاجه، كلها كده بالجهود الذاتيه. اهم حاجه بس سيبك من المنظر والشكل، اهم حاجه الناس تفهم يعني الموضوع يوصل لها وتستفيد منه، وده اهم حاجه بالنسبه لي. يا رب تكونوا بخير كويسين على طول، وما يحرمني منكم يا رب. شكرا ليكم والى اللقاء في اطباق ثانيه ان شاء الله. طيب النهارده احنا هنشوف طبعا، هوريكم ازاي تعملوا اللي هو الرول البلاستيك بالكشري عشان جاني اسئله كتير عليه، فالناس شغالين. طبعا انا ادي كيس، ده كيس عادي او كيس خالص بلاستيك او بلاستيك رول اللي موجود عندك. بعدين انا هاخد ادي الكشري، مكونات الكشري كلها على بعض زي ما انتم شايفين كده، الرز على الحمص على 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 المكرونه على كل حاجه، وبعدين بحطها جوه الرول اهو. كويس اهو، باخد الرول ده زي ما انتم شايفين جوه الرول البلاستيك اهو، بعدين بطبق عليه الكيس كده اهو، اجيب مردانة بفرد الكشري بالمردانة عشان اضمن ان هو ايه اتفرد. وطبعا الكشري كله نشويات، يعني الرز والمكرونة على العدس على الحمص كل ده نشويات، النشويات دي كلها بتطلع سخنة، فهي بتبقى الشيت ده او الرول ده بيبقى ماسك زي ما انتم شايفين كده اهو. كويس؟ طيب بعد ما بعمل المفروض اللي هو الرز ده او الكشري زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، كويس؟ انا بدخله المفروض التلاجة، بيدخل التلاجة يرتاح شوية. حلو؟ طيب انا بقى ايه مش هريحه، انا هشتغل بيه على طول عشان خاطر ايه انا متعود عليه ان انا اعمله ايه. نقطع الكيس اهو، كويس، بعدين نكشف دي اهو. طيب انا اصبح عندي الرول اهو، هنا بقى هحتاج انا الرول البلاستيك دي، عندي الشاورما الفراخ اللي انا عاملها تمام، ومقلبها بالطحينه واعمل شاورما الفراخ زي ما انتم شايفين كده، نفس فكره الرول، بحط انا الشاورما بتاعتي من جوه الرز بتاع الكشري اهو. اوكي طيب، طبعا الطعم مش هقول لكم بقى بعمل ازاي لما انت بتعمل الشاورما في الكشري في التتبيله بتاعت الكشري. بعد كده باجي اخد الف اهو زي ما انتم شايفين، باخد الكشري باخد الشاورما من جوه اهو، كويس، ادي كل ده كشري ومن جواه ايه
الفراخ الشارب لغايه ما اشوف انا الحجم اللي انا هستخدمه ايه او المقاس اللي انا عايزه قد ايه. اهو تمام. طيب ده كده بالنسبه لي الرول. بعد كده بجيب بقى بحتاج رول بلاستيك عشان خاطر انا الف فيه كل الكلام ده كله. اهو بعمل المقاس اللي انا عايزه بالظبط. بنقفل الرول كويس، بضغط يمين وشمال كويس كده اهو عشان يديني السمك اللي انا عايزه. بقفل البلاستيك بالمنظر ده كويس، بتقفله تقفيله كويسه يعني. اهو احنا كده عملنا ايه، رول الكشري من جوه الشاورما كويس. طيب بعد كده اخر الرول اللي عندي اهو تمام. ده كده الكشري ومن جواه الشاورما. دي كده بالنسبه لي انا بشتغل على ده قد اوردر واحد او بورشن واحد كده بس الاوردر، او ده اثنين يعني، ده ممكن يطلع لي اثنين. باخد ده بريحه في الثلاجه شويه، وبعدين ساعه البيك لما يكون عندي ست منيو عندي الاكارت بيطلع ده الاوردر ده مثلا زي ما هو كده بتقفل، بحطه في بان ماري او في حمام سخن او في ميكرويف او وات ايفر زي ما انت عايزين تحطوه حطوه، المهم يسخن كويس. طيب قبل ما بطلع بيك على طول يعني خلصت كده، بعد ما انا بخلصه على طول اللف ده باجي في الاخر بجيب البصل اهو. طيب بعد كده اهو الرول بعد ما انا فكيته من بلاستيك اللفه الاولى ببتدي انزل بيه زي ما انتم شايفين كده على البصل، وبعدين باخده امشيه في البصل الفرايت بالمنظر ده. ادي رول الكشري كويس طبعا ايه بالشاورما، وادي البصل اللي هو الفرايت عشان التيست والفليفر ويبقى كريسبي. بعدين بروح الفه تاني بالبلاستيك رول اهو اللفه الثانيه عشان خلاص كده انا اكد ان هو طبعا يعني هو الشغل اللي هو الفاين دايننج، او انت عشان تعمل طبق مميز ومختلف لازم محتاج تتعب شويه والتكنيك بتاعك يبقى مختلف عن ما انت تشتغل. الموضوع سهل، ممكن ايه طبق الكشري عادي جدا، طبق الكشري احطه واحطه من فوق الفراخ الشاورما وخلصنا. بس ده كده انت بقيت مطعم شعبي عادي، انا سهل جدا اروح اجيب لك الطبق ده هو ده كويس، واروح حاطط عليه مثلا الشاورما من على فوقه خلاص، وادي طبق يا عم صحن الكشري بالشاورما. طب ايه الفرق بين ده وده؟ ده مطعم شعبي الناس كلها بتعمل كده كويس، ده لا ده انت مميز مفيش حد بيعمل زيك، فاحنا بنعمل المطبخ المصري في طريقه الفاين لاين. ده كده حضرتك الرول اللي انا هشتغل بيه، ده كشري بعد ما اتلف واتعمل. يا رب تكون المعلومه كده وصلت والناس شافته وانا بلف الرول اهو زي الفل بالشاورما يسخن، حط في الطبق وبعد كده انتوا شفتوه في البرزنتيشن. شكرا لكم والى اللقاء.